اوه هيك قصدك، كنت بتسلي وانا عم بتفرج عليكي. عن جد ما بعرف كيف كنت ماسك ضحكتي كل الوقت، كثير ضحكت يعني من قلبي كمان. عن جد مو معقول. يعني انت شفته بيضحك؟ ايه اكيد كان بيضحك. هلا موضوع تاني انه انا طلع لي كم ضربه منك، توجعت شوي صغيره، بس بالحقيقه الموقف كله كان كثير بيضحك وقتها. فكرت انه انت تضايقت، لهيك انا حبيت اعتذر منك. لا لا يا شريستي، ما في داعي تعتذري مني. بالحقيقة أنا كمان جادلت معك وما كنت عم بسمعك ولا عم رد عليكي. أنت معك حق، مو مشكلة. لا تقلي مو مشكلة، أنت عم تقلي هيك بس كرمال إني ما أتضايق، مو أكتر. أبداً، أكيد مو هيك. صار برد كتير هون، بلشت أبرد أنا. لا 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 لا، هيك بتبردي، البسي كتير برد، أحسن ما تمرضي. ماشي نتشارك لك الشال، بكفينا اتنيناتنا دقيقة واحدة. متأكدة؟ تعا سمير. شو عم يصير هون؟ ولا شي عمتي كارينا، كنت بردان و... كنت بردان؟ ايه كتير برد هون، قوم روح على غرفتك. بس عمتي فورا. يلا روح. ماشي. استني، انت قاعده معنا بالبيت لسبب معين صح ولا لا؟ عم لاحظ انك مشتتي هالكم يوم ومانك مركزه على شغلك، عم تلتهي بشغلات كتير، هذا الوضع مو مقبول. لا مدام كارينا ما في شي من هاد، يمكن انت مانك منتبهه. انا بعتذر، قصدي اقول انه اكيد في شي غلط، لهيك انت ملاحظه اني عم بلتهي عن الشغل. عن جد؟ يعني فهماني الموضوع غلط؟ شايفتيني ما بشوف ولا شو القصة؟ أنا بعرف كتير منيح شو كان عم يصير هون من شوي. ليك عم حذرك، اعملي المطلوب منك هون ولا تكتري حكي بنوب، خليك مركزة بشغلك بيكون أحسن لك، وإلا العواقب رح تكون سيئة بالنسبة إلك ولعيلتك. بتمنى يكون كلامي واضح. ماشي. حلو كتير، عم تعلمني عن شو بدي انتبه. الأختين أذكية كتير، حاطين عينهم على شباب عيلة لوترا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.